السلام عليكم وليداتي ابنياتي. اليوم غادي نرجعوا للحياه البريه، غادي نرجعوا للذاتيه ديالنا، ما نساوهاش حتى هي. اليوم غندير معاك نشارك معكم واحد الوصفه الشعير. الشعير هو هويا، شفتو كيما شفتو، هي غادي دابا نحيدو منو هذاك هاد السفل اللي فيه، هذا هو نضربوه بهذه باش تحيد منه. باش ما نساوش الفلاحه ديالنا والبلاد ديالنا وربك الفلاح. ما كنعرف كلشي، هادشي ديال البلاد ديال كلشي كنعرف ليه، عارف ندير كلشي. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نطحنو، غادي نصيبو، كيفاش غادي نطحنو، كيفاش غادي نعجنو، كيفاش غادي نخبزو، باش مثلا تشهيتو شي حاجة بلدية ديروها. دابا تشمشو، إلا مكانش عندكم الشمش سخنوه شوية في الفران وما تحرقوهش، غير تسخنوه صافي، عاود ديرو ليه بحال هكا. وهي حطينا الشعير ديالها، بسم الله. غنوريكم كيفاش، الغربة اللي يكون بحال هكا عيونو شوية واسعين، ماشي ديال الدقيق ديال الزرع. نهزو هذا من فوق، كل شيء يبقى بحال هكايا، هو يبقى نقي، ومن بعد نقي شو هو طاح داكشي كلو، طاح هو طاح ديك التبن ديالو كلشي طاح، داكشي اللي كان طويل الرابو ديالو كلشي طاح. دابا نصير الشعير ديالنا سلكي، دابا نصيرو تنكملو تمرو في العملية. نطلقو الشعير هو مزيان، نجي نصوبو بيدينا هاد الشعير بلدي ديال البلاد. صورت مزيان هاكيما شفتو، هيا شوف اشطح منو. ونقيو مزيان ونوريكم كيفاش غنطحنوه ان شاء الله. ابقى معايا، دابا غنقيو الشعير ديالنا، لا فيه شي حجرة ولا فيه شي حاجة، نقيو مزيان. كما شفتوني تنقي بحال هكذا، ندير مثلا حاجة بحال حاجة بحال هكا. هادشي غادي تاع الربيع تاع نقيو، خصنا نقيو، نديرو توصيل ونقيو.
دابا غادي نطحن الشعير ديالنا، غادي نوريكم كيفاش داير الطحن. حنا انا ما كنتوفرش، انا هنا ما عندناش طواحن، حنا انا في الغربه ما عندناش طواحن، نتوما عندكم الطواحن، عندكم كلشي. انا شريت غير هاد الماكينه هكا بحال هكا، وكنطحن فيها الشعير ملي كنبغي الحاجه بريه كنطحنو فيها. نوريكم كيفاش غنطحنو. بسم الله بسم الله. نعمر هادي ونسدوها هكا، وغادي نبداو نطحنو. الشعر ديالنا هو بحال كيما شفتو، هو هذا طحناه هما جوج. واحد دابا غادي نغربلو، دورو الغربة المحلة قبل تجمع لكم الخليط. دابا غندوزو باش نعزلو البلبولة ديالنا، ندوزو الغربة الرقيق، ويلا عزلناها بهذا الغليظ حيت النخالة الغليظة، دابا غادي نديرو الغربة الرقيق. غادي نديرو الغربة الرقيق باش نحيدو النخالة الرقيقة. بسم الله. Thank you.
ندوروا الغرفة باش علينا الخلا الرقيقة، ندوروا بحال هكا بهذه الطريقة. هادي من بعد نصبوها، بنات دونا سا شويه بنات كيف شفتوا الفولات، من بعد غنغربلو وغنوريكم كيفاش غنعجنوها وكيفاش غنطيبوها. يبقاو معايا من بعد ما غربلنا كامل كما شفتوا، ها هو ها البلبوله ديالنا اللي عزلنا، ها هي كيفما شفتوها زويبله زوينه معزوله حبه حبه. بعد نوريو نشوفو كيفاش غادي نعجنوها. دابا عندنا شويه البلبوله شويه غليظه، غادي نصفوها، بقى فيها شويه ديال الخلا، نوريكم كيفاش نصفوها. كيفاش كنصفوها ما عنديش الطبق عندي على التبصيل، لا بكري كنا تنصفو في الطبق، أنا ما عنديش غير مفرش عندي، هانتوما شفتو كيفاش غنديرو ليها باش مطيح مطيحش. هاهي غنوقع المخيخين بعد الرقيقة، كلشي حيداتنا معايا كيفاش شفتو. هاهي بحال هاكا بحال هاكا بحال هاكا، ومن بعد غادي تشوفوا معايا كيفاش غنعجنوا. على بركه الله غنعجنوا الشعير ديالنا، الدقيق ديال الشعير ديالنا. ها انتما كما شفتوا نص قمح ونص شعير، غنديروا الخميره ديال الخبز عاديه وشويه الملح على حسب الذوق، غنديروا الماء دافي، غنعجنو العجينة ديال الخبز ديالنا. بسم الله بركة الله، بحال هكا نذوبو الخميرة والملحة، نعجنو عادي كيما نعجنو الخبز ديما. بغيت تعجنوها في الماكينه عجنوها، ما كاين مشكل، انا غادي نعجنها بيديا وانتم كل عجنها كيف ما بغى كيما على راحته. نعرفو الخبز ديالنا على هكذا،
حيت الشعير ما فيهش الخيط بحال القمح، فيهش الخيط بزاف. شوفوا معايا من بعد كيفاش نقرصوها، كيفاش نخبزوها ان شاء الله. خليهم ترتاح تتخمر عاد باش نقرصوها. خليكم معايا دابا العجينة ديالنا هي خمرات غنقرصوها، خليكم معايا. صافي الاولى باش تعطينا منظر جميل. هذا درت صغيورة حيت ما عنديش اتساع فران، عندي صغيور. خليهم يخمروا، خليهم يخمروا عندنا فرحة. خليكم معايا دابا الخبز ديالنا هو خمر، دابا غنفرحو الفران. فران سخون، فران انت يختلفو، واحد بارد واحد سخون، كل الفران ديالو كيفاش تحكيكم. هدا طيب نياتي، هاهو المشاهدين ديالي، هاهو الخبز ديالنا طيبناه كما وريتكم، كما خدمناه وكما غربناه وكما خدمنا فيه كل شيء باش يرجع الخبز الشعير للمائدة ديالنا. هانتوما كما شفتو كما تقديتو هو كملناه. وديروا لي اللايك ودعموني وديروا لي اللايك وشكرا شكرا.